مساء الخير. رح أبلش أنا أعطيكم زي هيك نبذة عن لما بدأت ونقطة التحول وكيف اليوم طريقة التفكير اللي تغيرت من خلال التجربة اللي دخلت فيها. في 2007 رحت على منطقة اسمها غول مزرعة في جنوب الأردن، منطقة مهمشة، منطقة تعتبر من جيوب الفقر. هاي المنطقة رحت عليها أنا بالأسلوب التقليدي، كانت هي جمع تبرعات من الأصحاب ومن العائلة ومصاري، وأروح أتبرع للناس الفقراء اللي كنت أنا شايفهم فقراء وما عندهم، ما بيملكوا أي شيء. وأنا جاي كنت من المدينة وحسيت أن المدينة فيها نوع من التطور ومن الحضارة، ولازم أعطي هالحضارة أوصلها للقرية. هلأ من هاي التجربة، طبعاً هاي الصور من 2007، هلأ هاي التجربة مع الزمن بعد سنة تعلمت، شفت شغلات جديدة وتعرفت على مدرسة اسمها مدرسة القرية. هاي المدرسة مدرسة القرية فيها كثير معلمين من القرية. هلأ رح أحكي لكم عن واحدة من المعلمين، واحدة من المعلمات اللي هي أم عمر. رح أعطيكم بس نبذة خفيفة عن ممارسات الحياتية تبعت أم عمر وكيف تستخدم المصادر اللي حواليها بأسلوب حضاري. أم عمر عمرها 52 سنة، عندها 6 أولاد، بتعيش عيشة طبيعية في المنطقة وعندها ممارسات يومية حضارية. واحدة من الممارسات زي ما شايفين هنا في بصل معفن أو بصل خربان. هذا البصل أنا في عمان متعود أنه بشوفه، هذا برميه بكبه في زبالة، بس تفاجأت لما اكتشفت أنه معلمتي أم عمر ترجع بتزرعه لهذا البصل وبرجع بيطلع بصل من أول وجديد وبترجع بتاكله. الخبز أنا بعمان متعود أنه الخبز للأسف اللي بيخرب كل يوم، في أطنان وفي بلاوي من الخبز كله بينكب، بس اكتشفت أنه في القرية ومدرسة القرية أنه هذا الخبز عم بيروح منه بينباع، مرات بتبيعه أم عمر ومرات بتستخدمه للأرانب أو للأغنام إلى آخره. اكتشفت كمان الرز اللي أنا برميه في البيت لأنه بتخلص منه ومعتبر أنه عمان والمدينة هي الحضارة، اكتشفت أنه في القرية اللي بنعتبرها غير متحضرة ورجعية أنه هذا الإشي بيروحوا كمان بيستخدموه وما برموه. الكيس شوال البصل، شوال البصل ناخذ البصلات منه ونرمي الكيس، بس أم عمر ما بتعمل هيك. أم عمر ترجع بتستخدمه تحف فيه زي محل السلكة، تحف فيه الطناجر، أو حتى مرات بتاخذ الرمل بتستخدم الرمل عشان يصير في يتلمعه أكثر للطناجر. وحتى في الحمام تستخدم كليفة. هلا يمكن احنا مستغرب انه كيف تستخدم كليفة، بس اذا بنروح على الدكاكين والمولات نكتشف انه عم بيبيعوا منها، بس عم بلونوهم وبيعملوهم باسلوب تسويقي احنا ما بنعرف انه ام عمر عندها اياها من زمان. حتى المغسلة عند ام عمر احنا يمكن بنفكر انه هذا رمز للتأخر، بس ها ام عمر المي اللي بتنزل عم تستخدم كل ملي منها، كل جزء منها بتروح ترجع بتستخدمها، اللي بنسميها المي الرمادية أو الجري ووتر، بنتعلمها من الغرب وهي موجودة عندنا، وأم عمر لحالها واحدة من عدة مدارس موجودة عندنا في القرية. حتى المي تبعت الشتاء يعني بتعمل زي ممر لتجميع مياه الأمطار عشان بتروح دغري على المزروعات. حتى الشغلات البلاستيك، المعلبات، كل الشغلات، علب البيبسي، علب الفول، السردين، التونة إلى آخره، كله بتجمعهم، هذا مش عم بتكبهم، عم بتجمعهم آخر الشهر بتبيعهم لناس بيجمعوا هاي الشغلات، والمصاري بتعطيهم مصروف لأطفالها، فنموذج اقتصادي فيه استدامة. كمان حتى طريقة الجلي للصحون، في بتجلي تحت طشت وهذا الطشت بتجمع فيه كمان المي وبترجع بتسقي فيها الجناين والأشجار. القماش، الأواعي الخربانة، المزعة بتجمعها وبترجع بتسويها زي فراش وزي هيك، وهذا بالعالم غالي، الباتش وورك أو طبعا من البلاوي. هاي نموذج لصورة. هلأ العشمال احنا بنعتبرها كنا هذا رمز الحضارة ورمز التطور، بس مش عارفين انه واللي على اليمين يعني قرية وبساطة وما في حضارة، بس شوفوا مين المنتج هون، مين اللي عم بينتج ومين المستهلك، وشو والحضارة بحياتها ما كانت الدول المستهلكة. هون عم بيزرعوا كل شيء، كل شيء بياكلوه بيزرعوه. هون احنا حشيش وشجر كله مش مثمر وكله بيستهلك مي. طبعا هذا لا ينطبق على قطر، يعني الحشيش حلو بقطر. ف هاي بس على الأردن.
حتى بيوت الطين، بيوت الطين عم بتدرس بجامعات عالمية هندسة الطين وكيف بناء الطين، وهذا اللي عملوه بنوه في القرية ما دخلوا لا على الجامعة ولا تعلموا هندسة عمارة، طلعت من علاقتهم في أرضهم وعدم بعدهم الأرض. إحنا في المدينة صرنا بعاد عن الأرض، أنا من البيت بمشي بالبيت على البلاط، بعدين على الدرج على الرصيف على على الأرض الشوارع وبالسيارة، وما بلمس التراب مرة باليوم، وإذا لمسته بغسل إيدي. اكتشفت ألعاب الأطفال، الأطفال كنت أشوف هاي الألعاب، كان بدي أجيب لهم سيارات بلاستيك وعلى الريموت كنترول، وكنت أفكر إنه هاي هي الحضارة. لبعدين اكتشفت قديش هاي اللعبة عندها شغلات تعليمية، فيها الابتكار، فيها علم الفيزياء، فيها التوازن، كيف يوازنها الطفل، كيف يعمل محور، كيف تزيح. كنت أفكر إنه هاي هي الحضارة، هاي على الأقل صناعة أردنية الحمد لله، هاي عم بيكون هداك عم بيكون منتج، هذا عم بيكون مستهلك، وكله عم بيستورد شغلات وبتخرب البيئة، يعني كل شيء سيء فيها، بس كنا نفكرها هاي الحضارة. فمن هون تغير مفهومي وصارت الشعار تبعي التبادل وليس التبرع، we exchange to change بالإنجليزي، وتغيرت وبطلت أشوف حدا أقل أو حدا أفضل. هلأ أنا ما عم بجرب أورجيكم إنه القرية أفضل من المدينة، بس عم بورجيكم إنه المدينة كويسة بس القرية كمان كويسة، ولازم يصير في عملية تبادل وتعلم من الآخر. فعملت طلعت واحد من البرامج اللي تحت هاي الفلسفة هي سياحة تبادلية، رحلات للناس في عمان لتغيير النظرة والمنظور اللي أنا مشيت فيه، يعني من طريقة العطاء أو البطل مع ضحية لعلاقة تبادل. فهي سياحة تبادلية بينزلوا الناس، ولأول مرة أهل القرية هم اللي عم بيعلموا تجربة القرية. بدخل الواحد بتعلم كيف يعمل الخبز، كيف يعمل الأكل التقليدي، برامج للمدارس طبعاً، برامج صار للشركات وبرامج للأفراد، وكل مشارك بدفع أجرة تقريباً $40 لهالتجربة، والمبلغ اللي منجمعه بروح لمصلحة المجتمع، 15 سيدة بتستفيد منه، والمبلغ اللي بيضل ندفعه على الجمعية وعلى عملنا زي نموذج فيه استدامة من خلال بس الرحلات. هاي صور من الرحلات، هذا يوم البندورة. يعني مين كان يتخيل انه عادة احنا بحياتنا مربينا انه ابن القرية احنا دائما بدنا نساعده، او هذا هاي لأول مرة انه ابن القرية هو اللي عم بعلم ابن عمان اللي طول تربوا انه هذا اقل منك، بس لأول مرة مذهولين كيف عم بيسووا السيارات من الأسلاك. وكنت أشوف القرية، أنا أول ما نزلت كنت أشوف قديش القرية ما فيها إشي، قديش ما عندها إشي، بس اليوم أنا فخور أني تخرجت بست سنين لهلأ من مدرسة القرية وصرت أشوف بهاي الطريقة نفس القرية. وشكراً.